أنا أستقرأ أنه القادم أسوأ من المتوقع وغير المتوقع. أي من تحرك السيد الصدر شنو ينقرأ من وضع اليوم السيد الصدر العراق. بعد شوف اليوم السيد الصدر يخرج بهذا الخطاب والنار نوعا ما والمتحدي إلى حد كبير، هذا ليس يعني اعتباطا وليس أنه مجرد يعني مجرد خطاب ومر مرور الكرام لا، هو أعطى الفرص. لكن تقول لي من المتضرر أيضا إذا ما ذهب السيد الصدر إلى النزول إلى الشارع بالمليونيات التي يملكها وحده، وأيضا الجمهور المقابل ليس يعني بهذا يعني ليس مستوى قليل أيضا لديه جمهور، لا سامح الله إذا حصل الصدام لن ينتهي. ولذلك أنا أقول اليوم ليس من الحكمة للكتل السياسية أن يبقى الحال على ما هو عليه، يجب أن ترجح الحكمة، يجب أن يرجح العقل. وكيف يرجح الحكمة والعقل؟ أن يكون هناك تنازلات يأخذ كل العالم وديمقراطيات العالم الناشئة والقديمة. من يقدم؟ من يفوز يذهب إلى من يقدم؟ شون؟ من يقدم هاي التنازلات؟ سيد الصدر يقول اليوم شفته في بيانه لا ولا ولا لا التوافقية لا لأول مرة للش اسمه كتشيعية وحدة ولا عدي أنت أخوي وصديقي خليني أحكي لك فتشي لأول مرة أحكي فضل. أنا أقول اليوم القضاء أصبح طرف في المعادلة السياسية وخليني أبين لك شلون أصبح طرف بدقيقة واحدة. كيف؟ أولا طبعا. أنا عندما يعني أنتقد القضاء ليس بمعنات الإساءة إلى القضاء. أولا القضاء عندما يجلس القاضي على الكرسي ويبدأ الجلسة يحكم باسم الشعب. أول ما يبدأ باسم الشعب، وأنا كمواطن من الشعب العراقي عندما أشير إلى خلل والقاضي ليس منزل من السماء قد يخطئ، والدليل أن عندما يخطئ القاضي في محل ما نذهب إلى الجهة أعلى من عنده لتصحيح الخطأ وهناك جهة أعلى من عنده. أنا أقول اليوم عندما وجدت المحكمة الاتحادية في زمن السيد مدحت المحمود وجدت لإيجاد المخارج، كثير من الأمور السياسية عندما كانت تحصل فيها حالة انسداد كان المخرج يأتي من المحكمة الاتحادية. أنا أعتقد المحكمة الاتحادية قد يكون بعدم الخبرة لا يوجد مثل ما كان سابقا في زمن السيد مدحت المحمود، بل أصبحت طرفا بزيادة الانسداد السياسي. واليوم السيد الصدر لأول مرة ينتقد بشكل مباشر أن يقول من حيث يدري أو لا يدري القضاء أصبح طرف في هذا المعادلة.